والثلاثين التي تحتضنها دولة الكويت اليوم وغدا الخامس والسادس من ديسمبر عام 2017. مشاهدينا الكرام، يحل اليوم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود الرسمية ضيوفا معززين مكرمين على أخيهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وبين إخوانهم أهل الكويت الأوفياء لانتمائهم الخليجي الذين تهفو قلوبهم وتتجه أنظارهم إلى أعمال هذه القمة، يصل بحفظ الله ورعايته سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد مملكة البحرين الشقيقة ضيفا عزيزا على دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا. أيها الأخوة، لقد رسخ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يجتمعون اليوم في دولة الكويت لعقد دورتهم 38 من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ورعايتهم وتوجيهاتهم قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة التي أرسى قواعدها قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 1981، وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية. سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد مملكة البحرين الشقيقة حيث يقوم معالي الشيخ خالد العبد الله الصباح الناصر الصباح رئيس المراسم والتشريفات الأميرية بمرافقة الضيف الكريم حيث يستقبله سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واللجنة المنبثقة للاستقبال من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب المعالي الشيوخ أيها الأخوة. إن القمة الخليجية 38 التي تستضيفها دولة الكويت
تعد حدثا كبيرا بنجاحات متوقعة إن شاء الله في كافة الملفات، في ظل مرحلة بالغة الدقة والحساسية في تاريخ المنطقة الخليجية والعربية. وما تشهده من تطورات متسارعة وما يحيط بها من تحديات خارجية تتطلب اليقظة والحذر على كافة الأصعدة ومختلف المجالات لتأكيد قوة مجلس التعاون الخليجي كمنظومة دولية رائدة وقادرة على تحقيق آمال وتطمحات الشعب الخليجي. سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يرافق سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، إلى القاعة الأميرية المخصصة للاستقبال الرسمي. حيث يتشرف بلقاء ومصافحة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله، ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، إن المتتبع لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على امتداد الأعوام 36 الماضية من مسيرته العامرة والممتدة من التعاون إلى الاتحاد يقف إجلالا وتقديرا للنجاحات والإنجازات العديدة التي تم تحقيقها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة من أجل رخاء وازدهار دول المجلس وشعوبه. وقد سخرت دولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى كافة طاقاتها وبذلت جل جهودها لبلوغ الهدف الواحد وتأكيد المصير الخليجي المشترك داخل مؤسسات مجلس التعاون أو داخل المحافل العربية والدولية. اليوم يلتقي على أرض دولة الكويت، أرض الصداقة والسلام ومركز العمل الإنساني، أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود الرسمية في ضيافة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخي سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهما، لا
للتداول والبحث في كل ما من شأنه. رفعته وخير دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي المتطلعة إلى مزيد من تحقيق آمالها وأحلامها في الرخاء والتنمية. إن استضافة دولة الكويت للقمة الخليجية 38 التي ستبدأ أعمالها اليوم وفي هذا التوقيت الزمني على المستويين الخليجي والعربي تمثل في حد ذاتها أملاً للشعوب الخليجية والعربية التي تنتظر الكثير من القرارات والتوصيات التي تهفو بلا شك إليها قلوب الشعوب التواقة إلى التنمية والاستقرار والسلام. ولقد كان لرئاسة دولة الكويت للدورات السابقة من القمم الخليجية العديد من النجاحات في كافة ما يتم بحثه على جدول الأعمال على المستوى الوزاري وعلى مستوى قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لترسيخ وتعزيز الوحدة واللحمة الخليجية. حديث الأخوة، حديث المحبة والصداقة والوئام تجمع حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ورئيس وفد مملكة البحرين الشقيقة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وحديثا أخويا نابع من تعزيز الوحدة واللحمة الخليجية الثابتة في قلوب شعوب وقادة مجلس التعاون الخليجي لا نزال معكم على الهواء مباشرة مستمعي إذاعة دولة الكويت وتلفزيون دولة الكويت وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة مراسم وصول أصحاب الجلالة والسمو ورؤساء الوفود الرسمية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم. وسيحل إن شاء الله ضيوف الكويت يصلون تباعا بإذن الله تعالى على دولة الكويت ضيوفا أعزاء على أخيهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وضيفا على شعب الكويت الأبي. رئيس وفد مملكة
مملكة البحرين. الشقيقة الرسمي نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن بارك آل خليفة يتوجه بإذن الله تعالى إلى مقر إقامته في قصر بيان. إن الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحرص سموه رعاه الله على عقد هذه الدورة من القمة الخليجية في موعدها ومكانها يؤكد مدى حرص دولة الكويت على الحفاظ على الثوابت المشتركة والنجاحات التي حققها مجلس التعاون الخليجي وتأكيد قدرته كمنظومة خليجية رائدة على المستويين العربي والدولي لتحقيق الخير الذي يصبو إلى تحقيق